ماذا يفهم من تبيان التيار الصدري وعلى لسان وزير السيد مقتدى الصدر صالح العراقي للأسباب التي حدث أو دعت السيد مقتدى الصدر للانسحاب من العملية السياسية، منها عدم إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين وكذلك إصرار بعض الكتل وبعض الدول على التوافق؟ مساء الخير، شكرا جزيلا، تحياتي لكم جميعا وللمشاهدين الأعزاء. واضح جدا أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتعرض لضغوطات كبيرة جدا، فيضطر إلى التوضيحات حول القرار الأخير اللي هو قرار طبعا كبير ومهم ويعني ثقيل على العملية السياسية، وذلك لوزن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتياره وعدد النواب الذي وصل إليه في الانتخابات الأخيرة، وكذلك للطروحات التي طرحت واعتبرت متقدمة في مسار العملية السياسية كفكرة الأغلبية الوطنية وكذلك رفض التدخلات الخارجية وغيرها. فعلى هذا الأساس يوميا ارتدادات وتداعيات حول هذا القرار، فيضطر زعيم التيار الصدري مرة عبر تغريداته هو بنفسه ومرة عن طريق قناة ما يسمى بوزير الصدر اللي هو يعني بالتأكيد شخصية مقربة جدا من زعيم التيار مقتدى الصدر. ما جاء في هذه البيان أو التوضيحات اللي هي من 10 نقاط كما قرأتها، بعضها يعني صحيح وواقعي وبالفعل لمسناه من أنه هنالك يعني رفض سياسي للأغلبية الوطنية، رفض للذهاب إلى المعارضة حتى من قبل المستقلين، رفض أيضا من بعض الأجندات الخارجية. فبالمجمل يعني بعض الأمور صحيحة وواقعية تحدث بها وزير الصدر، وبعضها الآخر تحتاج إلى تفكيك كون أنه لا يجب أن يأخذ مسار قرار الصدر هو اللوم الآخرين فقط. أيضا التيار الصدري يتحمل لكونه يعني كان أمام فرصة كبيرة جدا لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، ولكن لعدم الثقة، وهذا طبعا ذكره أيضا، ذكر في البيان وذكر في إحدى النقاط أنه هنالك عدم ثقة بالتيار من أطراف أخرى، وهنالك يعني ضعف في ممارسات الوفد المفاوض، وهنالك مشاكل يعني تاريخية تراكمية يتحملها التيار الصدري وأيضا تأسست عليها في هذه المرحلة خلال 4 أو 5 أشهر فائتة، أيضا استدعيت مرة أخرى وأثرت على مسيرة جهود التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة.